انك انت وشغال على برنامج جوجل سكتش اب، انك تهتم بانك ترفع الحوائط الداخلية وتفرش الشغل بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم كيفية عمل سكاشن منظورية في برنامج جوجل سكتش اب، ودي محاضرة جميلة جدا ومفيدة لحضرتك علشان هتقدر من خلالها تخرج السكاشن بتاعتك علشان تحطها في برزنتيشن وتفرجها للعميل بكل سهولة. علشان نبتدي نعمل السكاشن بتاعتنا هنبتدي نضغط كليك يمين في الجزء ده، عشان لو قائمة السكشن مش موجودة عندك هتنزل تحت هتلاقي في قائمة خيار اسمه سكشن، اضغط عليه هيظهر لك كل الأوامر والأيقونات الخاصة بالسكاشن، هنجيبها في الجزء ده كده. ثم بعد ذلك هنبتدي نضغط على خيار اسمه سكشن بلين، أول أيقونة بهذا الشكل. هيسألك هتسمي السكشن ده ايه، سميه ثم اضغط بليس، هتبتدي يظهر لك جزء كده بلين كده. لو انا حطيته بهذا الشكل هيبتدي ياخد لي سكاشن افقية، لو وجهته ناحية الواجهة هيبتدي البلين ده يبقى رأسي، فبالتالي هقدر اعمل سكاشن رأسية. ثم بعد ذلك اضغط كليك، هتلاقي ان خيار السكشن ابتدى يتفاعل معاك بهذا الشكل كده. احنا خدنا سكشن في الواجهة، تقدر تضغط على موف وتبتدي تحرك السكشن ده بهذا الشكل، هيبتدي ياخد لنا سكشن في الجزء اللي قدام من الواجهة. تقدر لو ضغطت على ايقونة اسمها ديسبلاي سكشن فيل هيسود لك الاجزاء المقطوع فيها بهذا الشكل. لو ضغطنا كليك هتلاقي ان الجزء اللي احنا قاطعين فيه كله باللون الاسود، كأنك اخرجت الرسمة على برنامج الفوتوشوب. تقدر تخفي البلين ده عن طريق الايقونه اللي جنب الفيل دي اسمها ديسبلاي سيكشن كاتس، لو ضغطت عليها هيلغي لك السيكشن بتاعك، لو ضغطت عليها مره اخرى هيرجع لك السيكشن بتاعك. تقدر تخفي البلين ده عن طريق الخيار اسمه ديسبلاي سيكشن بلين، لو ضغطت عليه هيخفي لك السيكشن اللي كان موجود ده. فدي الطريقه اللي تقدر تاخد بيها سيكشن. تقدر طبعا تصدر السيكشن ده كصوره او تقدر تصدره كاوتوكاد. تمام، هنرجع تاني نظهر السكشن بتاعنا ونرحله كمان شوية كده، يبقى نقدر كمان اهو نتحكم في المقدار بتاع السكشن بتاعنا. يبقى ممكن تاخد كذا سكشن وتصدرهم، يعني ممكن انا حاليا ابتدي اقفل بلين واصدر السكشن ده كصورة عن طريق فايل اكسبورت 2 دي جرافيك، هيظهر لي قائمة هسمي السكشن وليكن 1 على الديسكتوب، ثم ابتدي اسميه مثلا اي اسم، ثم اكسبورت اوكي. هلاقي نفسي لو رحت على الديسكتوب ان انا قدرت اصدر السكشن ده اوتوكاد، اسف انا صدرته اوتوكاد. لو شغلنا الاوتوكاد هنوقف التسجيل لحد ما الفايل رجعت لكم. بعد ما فايل الاوتوكاد فتح هنلاحظ ان انا القطاع اللي انا صدرته ظهر معايا بهذا الشكل في برنامج الاوتوكاد. تقدر طبعا ان انت تغير الفيجوال بتاعك فهيظهر معاك الشكل كاسطح يعني. هنرجع تاني للسكتش اب دي كده كاوتوكاد، لو حبيت اصدره كصوره فايل برضو اكسبورت 2 دي جرافيك، بس هنختار من هنا الجي بي جي بهذا الشكل اكسبورت. لو رحنا على الديسكتوب هنلاقي ان احنا صدرنا صورة بهذا الشكل، لو ضغطنا عليها دبل كليك هنلاقي الصورة بتاعتنا ظهرت زي ما احنا اخدناها بالظبط. يبقى اذا هنرجع تاني للسكتش اب، اذا تقدر تظهر البلاي من هنا وتتحكم في بعده براحتك، تاخد قطعات زي ما انت عايز بقى، يعني تقدر تاخد اكتر من قطاع وتصدره الى برنامج الاوتوكاد او كصورة. تمام، هنعمل اسكيب او هنمسح القطاع ده السكشن ده بهذا الشكل، وهنرجع نضغط على قطاع تاني سكشن 3 وممكن اخد في هذا الاتجاه بهذا الشكل واقول له موف، يبقى كده قطاع رأسي في اي اتجاه تقدر تاخد القطاعات بتاعتك بهذا الشكل. تمام، هنعمل كنترول زد ونمسح هذا القطاع ونضيف قطاع اخر. كده انا اتعلمت ازاي اعمل قطاع رأسي. لو عايز قطاع مسقط افقي قطاع منظوري هخلي البلين على الافق زي ما واضح قدامنا واضغط كليك، وابتدي بعد ذلك بامر موف
اختار البلين واطلع لفوق كده اهو كده، انا خدت سيكشن منظوري كمسقط، اقدر كمان اطلعه لفوق اكتر لو عندي اكثر من دور، اقدر اخد مناظير داخلية في المشروع بتاعي بكل سهولة بكل سهولة. فطبعا خيار امر السكشن ده او مجموعة اوامر السكشن دي من الاوامر الجميلة جدا، تقدر زي ما قلت لك تلغي الفيل وترجع الفيل زي ما انت عايز، تقدر تخفي السكشن اصلا وترجع المنظور بتاعك، وتقدر ترجع السكشن بتاعك، تقدر بعد ما تاخد السكشن تخفيه من هنا ويفضل معاك الشكل هكذا وهكذا. يبقى دي المحاضرة بتاعتنا النهاردة، وهو ان ازاي اعمل سيكشن منظوري سواء رأسي او افقي في برنامج جوجل سكتش اب. وده صراحة مجموعة من الاوامر المهمة جدا الجميلة جدا اللي هتساعدك في شغلك. في هنراجع على الخطوات بتاعتنا مرة اخرى، كل اللي احنا بنعمله بنضغط على خيار اسمه سيكشن بلين، ثم بنقول له بنسمي السيكشن بتاعنا نقول له بليس، ثم بعد ذلك لو البلين في هذا الاتجاه هناخد قطاع منظوري افقي، لو في هذا الاتجاه هناخد قطاع منظوري رأسي. استقريت، اضغط كليك، هيظهر لك شكل البلين بهذا الشكل. ابتدي اضغط على امر موف وحرك البلين بتاعك بهذا الشكل لحد ما تستقر على مكان السكشن اللي حضرتك عايزه، وليكن في هذا الجزء بتاع الشباك او الشباك ده. يعني لو اول ما تستقر على البلين اضغط كليك مرة اخرى. عايز فيل في هذا الجزء هتضغط على خيار اسمه ديسبلاي سيكشن فيل، لو ضغطنا عليه هيختفي، لو ضغطنا عليه هيرجع الفيل مرة اخرى. يعني فيل يعني سواد كده حوالين الاجزاء المقطوع فيها. عايز تخفي شكل البلين ده اضغط على هذا الخيار اللي هو خيار اسمه ديسبلاي بلين سيكشن. عايز تلغي السيكشن كله على بعضه اضغط على هذا الخيار اسمه ديسبلاي سيكشن كات بهذا الشكل. عايز ترجع رجع، عايز تظهر البلين اظهر، وهكذا. يبقى كده احنا رجعنا على كل الخطوات اللي احنا عملناها من خلال محاضرتنا النهاردة، وكمان من خلال مجموعة الاوامر دي اللي احنا اتعلمناها، تقدر انك انت وشغال على برنامج جوجل سكتش اب انك تهتم بانك ترفع الحوائط الداخلية وتفرش الشغل بتاعك، تخلص المنظور بتاعك داخلي وخارجي مرة اخرى مرة واحدة، وبالتالي تقدر في الاخر تخرج المناظير الداخلية اللي انت محتاجها بهذا الشكل. فرجاء انت تدربه كويس جدا على هذه الاوامر، لانها بصراحة اوامر جميلة وبتسهل عليك الشغل. وبكده تكون المحاضرة بتاعتنا انتهت. يا رب اكون قدرت اقدم لك الاضافة من خلال محاضرة النهاردة. اشكركم، الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.